في أول وصول لتويوتا برادو في الموديل الأخير 2024، نتكلم بالتحديد عن الشكل الجديد فيتا تي إكس إل 1. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن أشهر سيارة SUV بالفترة الحالية من الصانع الياباني تويوتا برادو في موديله الأخير 2024. الشكل الجديد تغير جذر على مستوى التصميم الداخلي والخارجي، مثل ما نلاحظ ما شاء الله تصميم السيارة مختلف بالكامل عن الموديل السابق. نتكلم عن أهم التجهيزات وأهم المواصفات اللي موجودة عليها. قبل كل شيء ناخذ فرة خارجية نشوف مع بعض تفاصيلها بشكل سريع، بعد كذا نفصلها لكم كتصميم خارجي، وبعد كذا نتكلم عن المحرك وتجهيزاتها الداخلية. ما شاء الله الشكل صاير مربع أكثر. طبعا هذا التصميم شفناه على بعض السيارات الكورية وبعض السيارات الأوروبية، مثل السيارات الكورية الجديدة اللي هي سانتا في، ونتكلم عن اللاند روفر ديفندر ما شاء الله بنفس هذا التصميم أو قريب من هذا التصميم. نجي للواجهة الأمامية، طبعا كمان على السيارات الأمريكية نسينا معناها صح. عندنا هنا مثل ما نلاحظ في الواجهة الأمامية الإضاءات فل LED بالنسبة للعالي والواطي، عندنا كشاف ضباب بالجزء السفلي، وعندنا خاصية الليد النهاري مثل ما نلاحظ. الفئات العليا بتكون بعدسات، عندنا هنا مثل ما نلاحظ الليد النهاري، حتى الفليشر ليد نهاري، عندنا الشبكة الأمامي تصميم كلاسيكي مع شعار تويوتا، عندنا الجزء العلوي والجزء السفلي كلها فيها فتحات للتهوية. هذه الواجهة الأمامية بالكامل، وعندنا حساسات أمامية مثل ما نلاحظ. طبعا عندنا فيات التي إكس إل 1، طبعا الصدام الأمامي مثل ما نلاحظ جاء بلون السيارة، أما الجزء السفلي فبنلاحظ جاء باللون الأسود المطفي، حماية للسيارة للواجهة الأمامية والجزء الجانبي والجزء الخلفي. عندنا جنوط كروم، جنوط مقاس 18 إنش جاي باللون الأسود بشكل جميل، إشارات بالمرايات، حتى المرايات جاية شكلها مربع طبعا بدون عوارض بالسقف. الفئات الثانية بتكون بعوارض بالسقف، عندنا دعاسات جانبية مثل ما نلاحظ، حتى النسافات أو واقيات الطين، وهذه هي بالجزء الخلفي. إضاءات خلفية LED بصمة التيربو طبعا باللون الأسود بشكل واضح، وعندنا هنا لاند كروزر برادو. كاميرا خلفية طبعا ولا فيها جناح خلفي مثل ما نلاحظ، ما فيها جناح خلفي. عندنا هنا المساحات الخلفية، الشنطة الخلفية تنفتح بالطريقة التقليدية يدوي. عندنا برضو أربع حساسات خلفية مثل ما نلاحظ، وهذه السيارة طبعا ما شاء الله هذا الجزء فيه بروز كذا واضح على جميع الكفرات، الرفارف طبعا، وهذه السيارة من الجنب. طبعا بإذن الله بنقوم بمقارنة ما بين هذه الفئة وفئة التي إكس إل 3، بنشوف مع بعض أبرز الاختلافات اللي عليها. وهذه الواجهة الأمامية بالكامل. خلونا الحين نتكلم عن القلب النابض، محرك السيارة. إذا جينا لمحرك السيارة نتكلم بالتحديد عن محرك تويوتا برادو موديل 2024 الشكل الجديد. طبعا نتكلم عن محرك البنزين، محرك أربع أسطوانات. طبعا بالنسبة للمحركات متوفر على عدة محركات، لكن نتكلم عن المحرك هذا بالتحديد اللي هو البنزين. في المحرك الثاني اللي هو الديزل، أربع أسطوانات دفع رباعي 2400 سي سي تيربو. الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 276 حصان، والعزم 430 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 8 سرعات. هذا هو المحرك، ما شاء الله نظام الـ ABS، توزيع قوة المكابح. عندنا على غطى المحرك مثل ما نلاحظ البطانة ما هي موجودة بهذا الجزء، عندنا حتى بالجزء الداخلي طبعا بشكل خفيف مثل ما نشوف بهذاك الجزء. عندنا هنا عصلة لتثبيت غطاء المحرك بدون مساعدات، ولا فيها إنارة. استهلاك البنزين، كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 10.6 كيلو. التقييم متوسط بنزين 95 دفع رباعي، طبعا دبل ثقيل ودبل خفيف، 2400 سي سي. سعة خزان الوقود نتكلم بالتحديد عن 110 لتر. وهذه إمكانيات تويوتا برادو 2024 الشكل الجديد. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع.
ونلقي نظرة سريعة على المقصورة الداخلية. عندنا أول حاجة، أول ما نفتح باب ما شاء الله براتب مخمل، ما شاء الله فيه قساوة شوي. عندنا مساحة تخزين، التحكم بالتكييف بالخلف مع منفذ USB ومنفذ 12 فولت. عندنا مثبت لمرتبة الأطفال أو الأيزوفيكس موجود هنا. عندنا التكاية بالوسط فيها حاملة أكواب. النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية بلاستيك، مساحة تخزين مثل ما نلاحظ، زاوية فتح الباب طبعا ما شاء الله الزاوية فيها وسع، حتى بإمكانك تدخل وتخرج بكل بساطة من السيارة. طبعا الاستبنة بجميع فئاتها صارت بالجزء السفلي. عندنا هذه المساحة الخلفية، حتى مساحة الجلوس هنا تعتبر ممتازة في تويوتا برادو. هنا عندنا حاملة أكواب مع منفذ تايب سي مثل ما نلاحظ، وهذه مساحة تخزين. بعض الفئات بتكون فيها منفاخ. طبعا هنا أدوات الرفع للسيارة بالكامل، وهنا مثل ما نلاحظ منفذ 12 فولت. هذه أدواتها من الوكالة. عندنا منفاخ، أدوات السلامة والطفاية، الشنطة الخلفية تتفتح وتتقفل كلها مثل ما ذكرنا بالطريقة التقليدية. عندنا هنا إضاءات مع كاميرا خلفية، وهذه السيارة من الداخل بالكامل. مسند الرأس متحرك سواء الأمامي أو الخلفي، طبعا بدون فتحة بالسقف، خاصة الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة على أبواب الأمامية. وهذه من الناحية، من ناحية الراكب، فتحة التكييف اللي بالخلف. عندنا كرسي الساق والراكب كله بحركة يدوية. عندنا هنا الدرج مثل ما نلاحظ. عندنا النوافذ، القفل المركزي، مساحة تخزين بالأسفل. وهذه تجهيزاتها بالكامل كتصميم داخلي. خلونا الحين نشوفها من ناحية السايق. طبعا نلاحظ هذه الفتحات اللي موجودة بهذا الجزء، فتحات عملية وكلها حقيقية ما شاء الله، سواء حتى اللي بالواجهة الأمامية سواء بالجزء العلوي أو الجزء السفلي. مع أنه محركها 2400 لكن ما شاء الله فيها عزم، نتكلم عن 420 يا جماعة الخير. عندنا هنا النوافذ كلها كهربائية، القفل المركزي بالإضافة لتنبيه التصادم. عندنا إضاءة، تحكم بالإنارة، الدركسون بحركة يدوية مثل ما نلاحظ. طبعا الفئات الثانية بتكون كهربائية. عندنا كرسي السايق بحركة يدوية، ونقول يا رب بسم الله. عندنا هذه الشاشة، هنا عندنا مثبت السرعة، وهنا عندنا التحكم بعدد الرحلات، وهذا الفليشر، نطفي الفليشر. هنا الدرايف مود، نمط القيادة، بالإضافة للبريك الإلكتروني، أوتو هولد، قفلة الديفرنس. طبعا مثل ما نلاحظ الأوتو هولد الدبل الخفيف والدبل الثقيل. هنا شكل المفتاح في الفتح والإغلاق وفتح الشنطة، بالإضافة للتنبيه. بدون شاحن لاسلكي. عندنا منفذ USB أو المعذرة تايب سي. طبعا هذه الأزرار بتكون بالفئات الثانية، مثلا عندنا فئة الفل كامل تكون موجودة. الادفينشر، على ذكر الادفينشر نزلت منها عدة فئات. هذه هي من الداخل. هنا عندنا الثلاجة، تشغيل السيارة بالبصمة. وخلونا الحين نشغلها لكم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الشاشة تعتبر صغيرة بهذه الفئة. الفئة الثانية ما شاء الله شاشة تقريبا حول 14 انش. هنا عندنا شاشة عدادات 7 انش. هذه الشاشة تدعم بعض الخصائص والأنظمة. عندنا هنا التحكم بالتكييف، المناخ مستقل ما بين السائق والراكب، فتحات التكييف اللي موجودة بهذا الجزء بيانو بلاك بشكل جميل. الشماسات فيها مرايات مثل ما نلاحظ، فيها إنارة بالنسبة للسائق وللراكب. السماعات اللي موجودة بالجزء العلوي ما شاء الله، حتى الدركسون بحركة الأسكوبية. وهنا صوت البوري، صوت محترم ما شاء الله. فتحة التكييف مثل ما نلاحظ جاي بهذا التصميم. وهنا مثل ما نشوف أسفل الشاشات أو أسفل الشاشة بمعنى صح. وهذه كل تجهيزاتها. بالنسبة لقيمة نتكلم في 220,000 ريال. ذكرنا السعر 220,000 على فئة TXL1 2024.
في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك الروابط كلها في خانة الوصف، وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. إلى هنا أتمنى التغطية، في أمان الله.